بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من سلسلة دروس متن الكتاب المعروف بمختصر القدوري للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي المعروف بالقدوري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، الله، فإن جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى. إلى هنا وصلنا. فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى، وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره مثل ذلك. الله. فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى، يعني جلس مفترشا غير متورك، كما جلس في القعدة الأولى. في القعدة الأولى كان يجلس مفترشا غير متورك كما في الأولى. قال وتشهد، يعني قرأ التحيات لله تعالى والصلوات والطيبات. طبعا قراءة التشهد عندنا واجب في القعدتين، في القعدة الأولى واجب، وفي القعدة الثانية واجب. قراءة التشهد كاملا، فلو أنه قعد ولم يقرأ صلاته صحيحة، إلا أنه يكون بذلك تاركا لواجب، وترك الواجب إن كان تركه ساهيا يجبره سجود السهو في آخر الصلاة، وإن كان قد تركه متعمدا يتم صلاته. وقال بعضهم يسجد للسهو، وقال بعضهم لا يسجد للسهو، وعلى القولين جميعا يجب عليه أن يعيد الصلاة في آخر الصلاة ما دام الوقت باقيا. فإذا خرج الوقت ولم يعد الصلاة صحت الصلاة وكانت ناقصة. قال وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في القعدتين أو في القعودين عندنا سنة وليست بواجبة ولا ركنا، حتى ولو كان هذا المصلي مسبوقا، حتى لو كان على فرض هذا يحصل، يعني مثلا عفوا الصلاة على النبي في القعود الأول ليس بسنة عندنا، الصلاة على النبي سنة في القعدة الأخيرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في القعدة الأخيرة فقط. أما الواجب في القعدة الأولى كما مر معنا قراءة التشهد والقيام مباشرة بعد ذلك إلى الركعة الثالثة، ولو أخر القيام قلنا يجب عليه سجود السهو. الآن أنا دخلت في الصلاة مسبوقا
والآن الإمام يصلي القعود الأخير، فهل أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن أنا قاعد معه وأقرأ التشهد؟ وقد يكون هذا التشهد هو بالنسبة لي التشهد الأول، وقد يكون لا، ليس التشهد الأول، قد يكون مثلا أنا اقتديت به في الركعة الثالثة أو اقتديت به في الركعة الثانية. على كل، أنا الآن جلست مع الإمام، فماذا أفعل؟ هل أقرأ التشهد وآتي بالصلوات الإبراهيمية كاملة، أم ماذا أفعل؟ أم أجلس ساكتا هكذا، أم ماذا أفعل؟ في الحقيقة عندنا في المذهب قولا، الذي رجحه الإمام السرخسي في المبسوط أنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن ذهب غيره من أئمتنا قالوا لا، لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما يترسل في أداء في قراءة الصلاة التشهد، يعني يقول هكذا: التحيات لله تعالى والصلوات والطيبات، يقرأ بهدوء كلمة كلمة حتى يأتي بالتشهد، حتى يأتي بالتشهد كاملا، حتى يأتي بالتشهد كاملا. إذن الذي ذهب إليه، الذي ذهب، وهذا الذي رجحه، هذا الذي رجحه ابن نجيم في البحر، هذا الذي رجحه ابن نجيم في البحر. إذن الذي ذهب إليه، إذن الذي ذهب إليه ابن نجيم في البحر إلى أنه قال: ينبغي الإفتاء، ينبغي الإفتاء بأن المصلي المسبوق ينبغي عليه أن يترسل. على كل، على كل أحبابنا، المقتدي يبقى مخيرا، يبقى مخيرا، إما أن يترسل فإن انتهى قبل انتهاء الإمام يسكت، وإما أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن. ودعا يعني بالعربية، يدعو باللغة العربية، وهذا في الواقع يعني الإخوة غير العرب يسألون كثيرا هذا السؤال: ما حكم الدعاء بغير اللغة العربية في الصلاة؟ هل هذا يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ سنتكلم بإيجاز يعني يوضح حكم هذه المسألة. إذا ما قرأنا، إذا ما رجعنا إلى الدر المختار، إذا من الكلام الآن بالنسبة للدعاء، الكلام الآن بالنسبة للدعاء بغير العربية في الصلاة، الذي نص عليه صاحب الدر المختار أنه يحرم، يحرم الدعاء في الصلاة بغير العربية، وعزى ذلك إلى النهر، عزى ذلك إلى النهر. ولكن الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى قال تعقيبا على هذا الكلام أن المنقول في المذهب عندنا، المنقول في المذهب عندنا الكراهة، يعني يكره، يكره الدعاء بغير العربية في الصلاة، ولا يحرم، ولا يحرم الدعاء. واستدل على هذه الكراهة، على كراهة الدعاء بالعربية، قالوا لأن بغير العربية، قالوا لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهى عن رطانة الأعاجم، نهى عن رطانة الأعاجم، والرطانة إذا يعني ما إذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد معناها أن المراد بالرطانة الكلام، يعني فيكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن الكلام بالأعجمية. إيه نعم. لذلك قالوا الدعاء بغير العربية مكروه
وليس محرما، ولكن كذلك نصوا على أن الدعاء بالعربية هي أقرب للإجابة. ليه؟ قال لأن الله عز وجل يحب اللغة العربية، يحب اللغة العربية، لذلك كان الدعاء بها أقرب إلى الإجابة. ثم بعد ذلك ذكر كلاما الشيخ ابن عابدين، وقال في آخر الكلام، وقال والظاهر أن الكراهة تنزيهية وليست تحريمية. إذا ملخص هذا الكلام أن بعض فقهائنا نصوا في كتبهم على أنه يحرم الدعاء بغير العربية في الصلاة، يحرم الدعاء بغير العربية في الصلاة، وهذا ربما هذا ما أفتى به بعض الإخوة، بعض طلاب العلم، بعض المشايخ عملا بهذا الكلام. ولكن الصحيح المعتمد، فإذا رجعنا إلى كلام ابن عابدين نجد أنه ختم كلامه بعد مناقشة هذا الكلام، قال أن الظاهر أنه يكره تنزيها فقط، ليس تحريما ولا محرما. طبعا لابد من التنبيه على أمر، وهو أن ما كان الدعاء في الصلاة عندنا هو آخرها بعد الانتهاء من الصلوات الإبراهيمية، بعد الانتهاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الدعاء داخل الصلاة في السجود عندنا غير مشروع إلا إذا كان في صلاة التهجد، ذهب إليه بعض فقهائنا وقالوا لا مانع من ذلك. إذن قال ودعا بعدما صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في القعود الأخير، دعا بما شاء ولكن مما يشبه ألفاظ القرآن، بما يشبه ألفاظ القرآن لفظا ومعنى، بأن يكون مثلا يأخذ نص من القرآن كأن يقول مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، فهذا دعاء، هذا دعاء لو قاله الجنب لا يأثم إذا نوى به القرآن، لو قالته النفساء كذلك لا تأثم، هذا دعاء يدعو به خارج الصلاة وداخل الصلاة، فهذا يشبه ألفاظ القرآن لفظا ومعنا. لأنه الآن كما تعلمون أحبابنا قراءة القرآن في القعود الأخير بعد الصلاة الإبراهيمية مكروهة، يعني لو أن إنسانا مثلا قال بعد الصلوات الإبراهيمية قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونوى بذلك القرآن يأثم، يعني هذا مكروه، هذا يعني الآن ليس الآن المكان مكان قراءة قرآن، ولكن يأتي به بقصد الدعاء وليس بقصد القرآن. فلذلك قالوا الدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن، بما يشبه ألفاظ القرآن يشبهه لفظا ومعنى. إذا قال بما مما يشبه أو بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، يصح أن نقول الأدعية إذا جعلناها منصوبة تكون معطوفة على ألفاظ، يصبح الكلام ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن وبما يشبه الأدعية المأثورة، هذا إذا جعلناها منصوبة. وقد يصح أن نقرأها كذلك بالجر وتكون معطوفة على القرآن، بما يشبه يعني ألفاظ القرآن وألفاظ الأدعية المأثورة، يصح أن يعني ضبطها على هذين الوجهين. إذن ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة. إيش يعني المأثورة؟ يعني المروية عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك من الأدعية المأثورة ما روي أن الصديق رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
يعني طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا من الأدعية المأثورة، وكذلك ما يشابهها، ما يشابه هذه الأدعية. طبعا أحبابنا تعلمون أنه بعد فراغه من التشهد، بعد فراغه من التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يبدأ بالدعاء خارج الصلاة. لو أراد الواحد منا أن يدعو الله عز وجل كما علمنا العلماء يندب، وكما علم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، من السنة إذا أردت أنت أن تدعو ينبغي أن يكون الدعاء مبدوءا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك مختوما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، نعم، فدخل رجل فصلى ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عجلت أيها المصلي. نعم، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعوه. علمه كيف يفعل. ثم صلى، جاء رجل آخر بعد ذلك، نعم، فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها المصلي ادعو تجب. ليه؟ لأنه ابتدأ دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبحمد الله تبارك وتعالى. إذن قال، ثم قال ولا يدعو بما يشبه كلام الناس. ليه؟ قال تحرزا عن فساد الصلاة. قال فقهاؤنا الأدعية الواردة في القرآن والأدعية الواردة في الحديث لو أتى بها لا تفسد الصلاة مطلقا. كل دعاء ورد في القرآن وكل دعاء ورد في السنة لا تفسد الصلاة لو دعا به في الصلاة. أما الدعاء الذي هو غير موجود لا في القرآن ولا في السنة، قالوا إن استحال حصول مثله من العباد نعم لا يفسد الصلاة. يعني مثلا إنسان مريض قال اللهم أذهب عني هذا المرض الذي حل بي. المرض لا يستطيع أن يذهب به إلا الله عز وجل. أما هذا الدواء وغير ذلك، هذه أسباب يتعاطاها الإنسان قد يحصل فيها الشفاء وقد لا يحصل، فهذا لا يبطل الصلاة. ليه؟ لأن الشفاء لا يمكن حصول مثله من العباد فلا تفسد الصلاة. قال وإن لم يستحل حصول مثله من العباد ودعا في الصلاة، قال تفسد صلاته لو أتى بهذا الدعاء قبل القعود الأخير مقدار التشهد. يعني إنسان مثلا لو دعا في سجوده فقال اللهم ارزقني مالا، اللهم يا رب علي، مثلا أنا أريد مبلغا من المال، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني مثلا دارا، هذا يبطل الصلاة. ليه؟ لأنه يمكن حصول مثله من قبل العباد. يمكن أن يأتي إنسان ويعطيك بيتا، يمكن يأتي إنسان ويزوجك ابنته الصالحة، فهذا لو دعوت به قبل القعود مقدار التشهد تبطل صلاتك.
لماذا؟ لأنه لا يستحيل ويمكن حصول مثله من قبل العباد. إذن أما لو أتى بهذا الدعاء الذي يمكن حصول مثله من قبل العباد بعد القعود مقدار التشهد، ما الحكم؟ قال صح صلاته، ولكن خرج من الصلاة بهذا الدعاء، يخرج من الصلاة بهذا الدعاء ويكون قد ارتكب كراهة تحريم، لأنه خرج من الصلاة بغير السلام، لأن الإتيان بالسلام واجب. الخروج من الصلاة بلفظ السلام عليكم هذا واجب، هو الآن خرج من الصلاة بالدعاء بكلام يمكن بالدعاء بطلب شيء يمكن حصول مثله من قبل العباد. فهذا هو تفصيل الدعاء في الصلاة، خلاصته بكلمتين إن دعا بما ورد في القرآن وبما ورد في السنة لا يفسد الصلاة، وإن دعا بما يمكن أو بما لا يمكن حصول مثله من قبل العباد كذلك لا تفسد الصلاة، وإن دعا بما يمكن حصول مثله من قبل العباد ما الحكم؟ تفسد صلاته، كلام واضح إن شاء الله أحبابنا؟ إذا في سؤال لا مانع. إذا قال تفضل. هذه المسألة بالنسبة لتكرار الكلمات، هنا لما كرر الكلمات هو لم يؤخر واجب، أما بالفاتحة لو في الفاتحة نعم يجب عليه سجود السهو ترك واجب، أما في القعود الظاهر أنه لا يجب عليه شيء، وإن كان يكره ذلك لأنه لا حاجة لهذا التكرار، هل الدعاء غير مشروع حتى بالنسبة للنساء في الصلاة؟ مولانا الدعاء للنساء والرجال كلاهما غير مشروع في الصلاة في أثناء الصلاة، وإنما هو مشروع عقيب الانتهاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان رجلا أو امرأة، ما الفرق بينهما؟ يعني نبيحه للمرأة ونحرمه على الرجل؟ لا، سواء كنت إماما أو منفردا، رجلا أو أنثى، الدعاء قبل الصلاة الإبراهيمية في القعود الأخير غير مشروع عندنا، غير مشروع عندنا في الفرض والنافلة المؤكدة. أما بالنسبة للتهجد قيام الليل كما قلت ذهب بعض علمائنا إلى أنه لا مانع منه في السجود. الدعاء سيأتي معنا بعد القنوت في الوتر، سيأتي معنا هذا الكلام مفصل، لا نريد أن نستبق كيف يكون الدعاء يشبه أذكار السجود والركوع الوادن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما حكمه عند سيدي أبي حنيفة رحمه الله. مولانا، هذه الأحاديث الواردة عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يدعو في السجود إلى غير ذلك، هذا كله كان في الصدر الأول قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن يجعل التسبيح سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، وقبل أن يؤمر بأن يجعل سبحان ربي العظيم في الركوع، فكل ما كان واردا كل ما ورد كان هذا قبل الأمر، فلما جاء الأمر بجعل التسبيح في سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع نعم نسخ جميع ما تقدم. ولكن بعض فقهائنا قالوا، نظروا في هذه الأدلة قالوا هذا لا مانع من فعله في صلاة الليل أو في النوافل غير المؤكدة، غير السنن الرواتب، قالوا لا مانع من فعله. والخطب سهل أحبابنا، يعني أنت يعني لو دعوت أنا أحب الانضباط في المذهب صراحة،
أحب الانضباط في مذهب سيدي أبي حنيفة رحمه الله، ولا أحب يعني حتى لو كنت شافعيا سأنضبط بمذهب الإمام الشافعي ولن أخرج عن المذهب إلا إن اضطررت إلى ذلك. لو كنت مالكيا كذلك، لو كنت حنبليا لكنت كذلك. أنا من النوع أحب الانضباط، أحب التمذهب، أعشق التمذهب، أرى فيه الصلاح، أرى فيه الاستقامة. يعني لا أرى طالب العلمي ولا العامي لا أراه مستقيما إلا إذا تمذهب وانضبط في بالمذهب. أما الخروج عن المذهب بلا عذر وبلا ضرورة هكذا تشهيا وكلما اشتهى أمر يعني وقلد بدون ضرورة، أنا أبغض هذا الحال، أبغض هذا الوصفة، ما أحب التمذهب. فعلى كل لو أنك دعوت وأنت في سجود الصلاة، في سجود الصلاة على فرض يعني في الفرض أو في غيره، الخطب سهل. ليه؟ لأن هذا فصل مجتهد فيه، هذا الفصل مجتهد فيه. يعني نحن لا نقول بأن من يدعو في السجود هو مبتدع، وإلا لو قلنا ذلك لكنا حكمنا على كل الشافعية بأنه مبتدع، وفقهاؤنا ما قالوا ذلك، ما قالوا ذلك. واضح الكلام أحبابنا؟ ولكن التمذهب أنا أحبه، أنا فلا أتي بالدعاء في السجود إلا في النافلة. ولكن إن فعلته أنت الخطب سهل، لا يضر في صلاتك، ولم ترتكب كراهة تحريمية. فهمت؟ لم ترتكب كراهة تحريمية، يعني أقصى ما يقال بأنك ارتكبت كراهة تنزيه. يعني لا أريد منكم أحبابنا التشدد في مثل هذه المسائل الخلافية، ولكن لا بد من رعاية المذهب. يعني هذا أحب أن أركز عليه دائما، وهو التمذهب وعدم الخروج على المذهب إلا للضرورة. فهمت صاحب السؤال؟ نعم فضل يا شيخ إسماعيل. تفضل. يعني الدعاء لا بالنسبة يعني المراد الدعاء بعد التشهد الأخير، هذا المراد هنا بكلام الشيخ. تمام. الدعاء بالعربية، الدعاء بغير العربية، الدعاء بغير العربية. طب على فرض لو أن إنسانا دعا بغير العربية مثلا في دعاء القنوت، لو دعا بغير الحكم نفس الحكم، لو دعا في أي موضع من مواضع الصلاة بغير العربية الحكم نفسه أنه يكره تنزيها، يكره تنزيها من وجه فقط، لأنه دعا بغير عربية، وكراهة أخرى لأنه دعا كذلك في غير موضع الدعاء، كذلك كراهة ثانية، هذه كراهة أخرى. فهمت؟ بارك الله فيك. الحمد لله. إذن قال ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه. والسنة أحبابي في السلام أن يبالغ في تحويل وجهه هكذا حتى يرى من خلفه، يرى بياض خده هكذا وهكذا، وفي ذلك رياضة لهذا العنق. إيه نعم. هلأ نجد بعض الناس الكبار في السن لا يستطيع أن يحرك رأسه إلا هكذا. ليه؟ وترك هذه السنة. هذه السنة تكون فيها إيش؟ رياضة لتحويل وتليين هذه الرقبة. هذا ما كان يفعله سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في ذلك في الحديث، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، ويسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. فهذا إيش؟ هذه هي السنة. إيه نعم. أحبابنا اللي فاتح الميكروفون يغلق المايك عنده لأنه يشوش علينا. في أحد الأشخاص موجود عندي مني أنا، تمام أغلقه.
حاول أخي ما تنسى المايك مفتوح عندك حتى ما تشوش علينا ونسمع الكلام الذي يدور بينك وبين أهلك. وأنت الآن يا أخي في درس، يعني أنت الآن في درس علم، ينبغي أن تجلس في غرفة بعيدا عن زوجتك وعن أولادك وعن جميع التشويشات والشواغل الأخرى. أما تحضر الدرس في البيت مثلا هكذا، أنت والله خطر ببالي أن أقوم إلى المطبخ آكل لقمتين، خرج للمطبخ والدرس شغال، هذا ما ينفع. خرج خطر في باله مثلا أن يقوم يشرب الماء، أن يقوم يشرب فنجان قهوة، أن ما يصح هذا. أنت تقطع البركة الحضور على نفسك. أنت الآن تعتبر نفسك الآن أنت جالس أمام الشيخ في المسجد أو في قاعة محاضرات. ينبغي عليك أن تراعي أدب الجلوس. يعني أنت مثلا الآن تخيل، تخيل معي أنت الآن لو أن الشيخ الآن نزع الطاقية القلنسوة وحضر الدرس مثلا بالبيجامة لباس النوم، ما رأيك أنت؟ هذا لا يناسب. أو حضر الدرس الشيخ مثلا بالقميص الداخلي الأبيض، أو جلس الشيخ أمامك يفعل لك هكذا ويلف قدم على قدم، أو أنت لا ترضى بهذا، أنت لا ترضى بها، وهذا ليس من أدب الدرس، وهذا ليس من أدب الدرس. فأدب الدرس سواء كان الشيخ يراك أو إخوانك يرونك أو كانوا لا يرونك، أدب الدرس أن تجلس الآن، أنك أنت الآن تجالس سيدي أبا حنيفة صراحة، أنت الآن تقرأ فقه سيدي أبي حنيفة رحمه الله، وحق حق لنا يعني نحن أن نتأدب معه، أن نتأدب مع هذا الإمام العظيم الذي نحن نقرأ فقهه المأخوذ من كلام الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعود لما نحن بصدده. إذن السنة، السنة أحبابنا أن يبالغ في تحويل وجهه يمينا وفي تحويل وجهه يسارا حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره مثل ذلك. الله. قال ويجهر بالقراءة، ويجهر بالقراءة. طبعا كما فاتني أحبابنا أن أذكر شيئا، السنة، السنة في السلام، في الحقيقة هناك مسائل متعلقة بالسلام أكثر من مسألة لا بد أن نذكرها، لا بد أن نذكرها. السنة في السلام عندنا أن يخفض الثانية أكثر من الأولى، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سواء كنت إماما أو منفردا، أو منفردا. نعم. كذلك أحبابنا ربما بعض الناس، بعض الناس يعني يقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول هكذا وبركاته. هل يشرع زيادة كلمة وبركاته أم هي لا الثانية، انتبه في سؤال يسأل هل الثانية أخفض صوتا وحركة؟ لا يا أخي، أخفض صوتا فقط. يعني أنت الآن في اليمين تقول السلام عليكم ورحمة الله، يرى بياض وجهك من هنا وكذلك من هنا، ولكن تخفض صوتك في الثانية أكثر من الأولى. طيب هل نقول وبركاته أو لا نقول وبركاته؟ قال الفقهاؤنا، قال فقهاؤنا والذي نص على ذلك الشيخ الحدادي أظن في الجوهرة، نص على أنه، على أنه يكره زيادة قولنا وبركاته. وهل هذا ثابت، يعني هل هو ثابت في السنة أم ليس ثابتا في السنة؟ نقل فقهاؤنا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه قال زيادة كلمة وبركاته بدعة، بدعة، ولكن استدرك عليه العلامة الحلبي في ابن أمير حاج في شرحه على منية المصلي، قال لا يصح، لا ينبغي
أن تكون بدعة. ليه؟ قال لأنه ورد بسند صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط. فإذا وكما قلت نص الشيخ الحدادي في كتابه الجوهرة النيرة على أنه يكره زيادة قولنا وبركاته. إذن السنة المشهورة عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما كلمة وبركاته لا نأتي بها، فإن أتى بها الواحد لا يكون إماما. لو أتى بها منفردا بنية العمل، الإنسان حريص على العمل بكل ما ورد عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان يتمسك بالسنة كما يتمسك بالفرائض. هناك طلاب علم هكذا ما شاء الله ارتقوا إلى أن وصلوا إلى مرحلة يتمسكون بالسنن ولا يتركون سنة، لا مانع أن تأتي بها ولكن منفردا أو بالنوافل، ليس على وأنت إمام كي لا توقع الناس بلبس. أنا الآن في الصلاة، انتهيت من الصلاة، فقلت خطأ، قلت السلام عليكم ورحمة الله، ابتدأت باليسار، ماذا أفعل؟ قال تسلم على اليمين، تقول السلام عليكم ورحمة الله، هل أعيد سلام اليسار؟ قال لا تعيده، لا يعيد التسليم عن يساره. واضح؟ كذلك ربما وهذا يحصل خطأ، ليس بعيدا، هذا يحصل. أكون في الصلاة، فأنتهي من الصلاة، قبل أن ألتفت بوجهي يمينا هكذا أقول السلام، أسلم هكذا تلقاء وجهي، أقول السلام عليكم ورحمة الله. طيب الآن ماذا أفعل؟ أسلم عن يميني أم عن يساري؟ قال لا، تسلم عن يسارك. اي نعم. واحد كان مستعجلا، وما أكثر المستعجلين في هذه الأيام. سلم الإمام، فقال هو السلام عليكم ورحمة الله، وقام. قام وقد نسي التسليم إلى جهة اليسار. ما الحكم؟ قال يعود ويقعد ما لم يستدبر القبلة، ويأتي بالسلام على اليسار، أو ما لم يتكلم بكلام أجنبي. وبعض فقهائنا قال يرجع ما لم يخرج من المسجد، يعني كذلك ما لم يتكلم. الآن أنا أصلي مع الإمام، وهذا من السنن التي تفوت كثيرين من الناس، ونبه عليها الشيخ الشرنبولالي رحمه الله تعالى في مراقي الفلاح، وقال هذا مما يغفل عنه الخواص، فكيف بالعوام؟ ما هي هذه السنة التي يغفل عنها الناس؟ هي أنك وأنت تصلي الآن خلف الإمام مقتديا، عندما تقول السلام عليكم ورحمة الله، أنت على من تسلم؟ قال تنوي بالتسليمة الأولى من عن يمينك من الرجال ومن المصلين عن يمينك، مع الحفظة والملائكة وصالح الجن الذين يصلون معنا، وكذلك باليسار كذلك نسلم السلام عليكم ورحمة الله، ننوي بهذا السلام من عن شمال عن يسارنا من المصلين وغير والحفظة وغير ذلك. إذا كان الإمام عن يميني أنويه مع القوم، إذا كان عن يساري أنويه مع القوم، إذا كنت خلفه
كنت خلفه أنويه في التسليمتين، أنويه في التسليمتين. نعم. أما المنفرد من ينوي؟ ينوي الحفظة. المنفرد ينوي الحفظة بالتسليمتين. إذا لابد من هذه النية كي تؤجر، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن تنوي من بالتسليمة على اليمنى وبالتسليمة اليسرى. أما الإمام إذا كنت تصلي إماما، من تنوي وأنت إمام؟ قال علماؤنا ينوي القوم الذين عن يمينه مع الحفظة، وينوي القوم الذين عن يساره كذلك مع الحفظة. هنا الآن سلم الإمام. أنا متى أسلم؟ بمجرد ما قال إمام أقول السلام عليكم؟ قال لا، انتظر، يواش على رزقك على مهلك. يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، فلم يبدأ بالتسليمة الثانية تسلم أنت عن يمينك. فلما يفرغ هو من التسليمة عن يساره تسلم أنت كذلك عن يسارك. كذلك مما ينبغي التنبه له أحبابنا هو أن لفظ السلام مرتين في اليمين واليسار. نعم، السلام دون كلمة عليكم، كلمة السلام في اليمين واليسار قال علماؤنا واجبة، يجب الإتيان بكلمة السلام في اليمين وفي اليسار دون كلمة عليكم. فلو أتى بكلمة عليكم هذا الأكمل، السلام عليكم ورحمة الله. أما الواجب، ما هو الواجب؟ الإتيان بكلمة السلام. نعم. بقي مسألة أخيرة لا بد من التنبيه إليها، وهي متعلقة بالسلام. الله. المشروع عندنا كما تعلمون تسليمتان، عن اليمين وعن اليسار. المصلي بأيهما يخرج من الصلاة؟ هل يخرج بالتسليمة الأولى أم بالتسليمة الثانية؟ بأيهما يخرج؟ الذي ذهب إليه عامة الفقهاء إلى أن المصلي يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى. هل نسيد النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ والله يا سيدي أستحي من الله ومن سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن أقول لك لا. ولكن من فقهائنا نحن قالوا لا يأتي بلفظ السيادة في الصلاة فقط، لا يأتي بلفظ السيادة. ليه؟ قال لأن سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك ماذا قال؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. نعم، فهو علمنا ما ينبغي أن نقوله في الصلاة، علمنا الأكمل. علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما يعلم ويرشد يعلم الأكمل، الحال الأكمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو علمنا فقال قولوا اللهم صل على محمد. نعم، فهنا قالوا ينبغي علينا أن نحافظ على هذا اللفظ الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما خارج الصلاة قالوا من سوء الأدب أن ننطق اسمه دون أن يكون مسبوقا بكلمة السيادة. ولكن ذكر كثير من فقهائنا قالوا ويأتي بلفظ السيادة. وفيما أذكر أن صاحب الدر المختار نص على ذلك، قال ويأتي بلفظ السيادة. لقد يقول قائل يعني هل يعقل أننا إذا قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك فيقول قولوا اللهم صلي على سيدنا محمد، هل يعقل يعني أن يقول ذلك؟ نقول له نعم،
يعقل لو كان الكمال الأدب ذلك هو مشرع عليه الصلاة والسلام، والدليل على هذا أنه قال أنا سيد ولد آدم أعطى لنفسه السيادة. فلو كان هذا المقام يقال فيه سيدنا محمد لعلمنا إياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنت بالخيار، فأنت بالخيار، ولكن حذاري ألا تأتي بلفظ السيادة يعني خارج الصلاة، هذا فيه سوء أدب مع سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا نعود لما كنت أذكره قبل أن أجيب على هذا السؤال. إذا الذي ذهب إليه عامة فقهائنا أحبابنا هو أن المصلي يخرج من صلاته بالتسليمة الأولى بمجرد ما قلت السلام عليكم ورحمة الله تكون قد خرجت من الصلاة. نعم. وذهب بعض فقهائنا إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، إلا بالتسليمة الثانية. هل لهذا الخلاف ثمرة؟ نعم. هل لهذا الخلاف ثمرة؟ نعم. ما هي ثمرة هذا الخلاف؟ دخلت المسجد فوجدت الإمام في القعود الأخير فقال السلام عليكم ورحمة الله، وقبل أن يأتي بالتسليمة الأولى قلت مقتديا الله أكبر ثم سلم، ما حكم الحكم؟ صح اقتدائي، صح اقتدائي عند البعض ولم يصح اقتدائي عند عامة العلماء، عامة الفقهاء. إذن هذه هي ثمرة الخلاف. إذن عامة الفقهاء أن الخروج من الصلاة إنما يكون بالتسليمة الأولى. تلاحظون أحبابنا الذين قرأوا معنا مراد الفلاح وقرأوا معنا كذلك العبادات في اللباب وقرأوا العبادات في فتح باب العناية وقرأوا العبادات كذلك في الهداية، أننا الآن نعمل عملية مراجعة لهذه المعلومات، وهذه هي فائدة قراءة المتون، أن عندما يقرأ الشيخ مع طلابه الذين قرأوا عليه كتبا كثيرة يقرأ عليهم متنا من المتون هم يراجعون هذه المعلومات فينتفعون كثيرا، ينتفعون كثيرا. وتكون كذلك هذه المعلومات التي تذكر بالنسبة للمبتدئ الذي يقرأ لأول مرة هذا المتن أو لأول مرة يسمع بهذا الفقه، كذلك هو ينشرح صدره ويسر بأنه يعني يتلقى معلومات الآن هو كان يجهلها سابقا وينضبط بعبارة المتن الذي نقرأه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا. تفضل سيدي. السؤال المقتدي اذا يعني اذا استعجل بعد التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل الامام، ما حكم هذا الموضوع سيدي؟ طبعا فيه كراهه. اذا كان مستعجلا وسلم قبل سلام الامام التسليمه الثانيه فيها كراهه التحريم عند البعض، كراهة التحريم عند البعض، أما عند عامة العلماء فيه كراهة. طبعا فيه كراهة. السؤال في أحد الأحباب سأل سؤالا وهو أنه اللاحق أو المسبوق هل يقوم لقضاء ما فاته مع الإمام، هل يقوم بعد التسليمة الأولى أم بعد التسليمة الثانية؟ نص الفقهاء على هذه المسألة فقالوا إنما يقوم بعد التسليمة الثانية. ليه؟ قال خشية أن يكون عليه السجود سهو، فإذا ما قام ثم سجد الإمام سجود السهو فهذا سيضطره إلى الرجوع إلى الاقتداء بالإمام، إلى الاقتداء بالإمام لم يخرج من صلاته بعض فيخشى عليه بطلان صلاته، فينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم بعد ذلك يقوم لقضاء ما فاته. أحسنت، سؤالك جيد. ثم الآن شرع الشيخ رحمه الله في بيان والحديث عن الصلوات التي يجهر بها في القراءة، فقال
ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما، ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين، وإن كان منفردا فهو مخير، إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافة، ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر. جميل، نعود فنقرأ العبارة كلمة كلمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يذكرنا ما قرأنا وما فهمنا. اللهم إنا نستودع عندك ما نقرأ وما نفهم وما قرأنا وما فهمنا، وأن ترده إلينا وقت الحاجة إليه. آمين آمين آمين. قال ويجهر بالقراءة، طبعا يجهر المصلي، يجهر بالقراءة. الجهر بالقراءة هنا في هذه المواضع ما حكمه عندنا أحبابنا؟ الجهر عندنا واجب، الجهر عندنا واجب. طبعا ما هو مقدار الجهر؟ هل أجهر بصوتي بحيث أنا أزعج الجوار كما يفعل الآن في بعض المساجد؟ يفعلون مكبرات الصوت، يفعلون مكبرات الصوت لأعلى صوت، ثم بعد ذلك يقرؤون فيشوشون، يعني يشوشون على، يعني يكون الصوت مزعج تماما، ويكون الصوت مزعجا. أو في خطبة الجمعة يرفعون الصوت بشكل مرتفع، ما نفهم شيء من الكلام، هذا كله مكروه. قال الفقهاء، قال الفقهاء يجهر المصلي بقدر ما يسمع، أو ما يسمع بقدر ما يسمع هو والحضور، أو بقدر ما يسمع، بقدر ما يسمع، ما يسمع المصلين. نعم، نص في الدر المختار على أنه، نص في الدر المختار على أنه إن زاد على قدر الحاجة كره ذلك، إن زاد على قدر الحاجة كره ذلك. ولكن بعض فقهائنا قال، وبعض فقهائنا قال إن زاد على قدر الحاجة فهو أفضل. انتبه، إذا المسألة فيها خلاف، ولكن بشرط. إذا صاحب الدر ماذا قال؟ الزيادة على قدر الحاجة ما حكمها؟ فيه كراهة مطلقا، تجهر بمقدار، وراك ثلاثة أربع أشخاص تجهر بمقدار ما يسمع الثلاثة أو الأربعة لا أكثر. غيره من الفقهاء، غيره من الفقهاء قالوا لا مانع من الجهر فوق الحاجة ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ الشرط الأول ألا يؤذي نفسه هو، وألا يؤذي غيره بالسماع، ألا يؤذي غيره بالسماع. فهذا إن وجد هذا الشرط لا مانع، لا مانع من رفع الصوت. قال ويجهر بالقراءة، يجهر بالقراءة في الفجر، يعني في ركعتي الفجر والركعتين الأوليين. إذا ما حكم الجهر في القراءة هنا الآن؟ واجب. قال ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، سواء كان يصلي أداء أو يصلي قضاء. طبعا ما لم يكن، كلمة أجنبية في الصلاة غير متعمدة، كلمة لو أنه تكلم كلمة أجنبية في الصلاة غير متعمدة، هذا السؤال يأتي معنا إن شاء الله قريبا، ولكن أجيبك. هذه الكلمة الأجنبية، أنت الآن تنبه، انتبه علي. أنا الآن في الصلاة أصلي، فوجدت ابني نائما مثلا أثناء الدرس كما هو الحال الآن، نام، أنا أصلي، فقلت له قم، وتابعت القراءة، ما حكم صلاتي؟ تبطل صلاتي، تبطل صلاتي. فتنطق بكلمة باللغة العربية أو باللغة الأجنبية، تنطق بأي كلمة، ما الحكم؟ تبطل الصلاة. وسيأتي معنا في مبطلات الصلاة أن الكلام بكلمة، بكلمة عمدا أو خطأ أو سهوا، هذا كله عندنا يبطل الصلاة عند سيد أبي حنيفة رحمه الله. طيب، قال ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، سواء كان يصلي أداء
أو يصلي قضاء، وكذلك في الجمعة، وكذلك في العيدين، وكذلك في صلاة التراويح، وكذلك في وتر رمضان. كل هذه الصلوات، كل هذه الصلوات يجهر فيها، انتبه، أداء أو قضاء. ولكن هنا لابد من التنبيه لأمر: إذا كنت تصلي قضاء، تصلي قضاء لوحدك على فرض في المسجد، لا تجهر. إيه نعم، إذا كنت منفردا، إذا كنت منفردا. أما لو كنا مثلا مع بعضنا، نحن جماعة كنا مسافرين، وصلنا إلى الفندق بعد أن دخل وقت العشاء، وصلينا المغرب في الطريق مثلا يعني، ودخلنا إلى الفندق فنمنا، واستمر نومنا هكذا إلى أن طلع الفجر فاستيقظنا، أين صلاة العشاء؟ فاتتنا جميعا، 10 أشخاص نصلي مع بعضنا بالفندق جماعة، ويجب علينا أن نجهر بالصلاة. واضح؟ لأننا نصلي جماعة صلاة فاتتنا مع بعضنا البعض. أما لو كنت أصلي لوحدي طبعا لا يندب لي أن أجهر، بالأصل ولا يجب علي الجهر، لا يجب على المنفرد الجهر، ولا يندب لك أن تجهر كي لا تظهر للناس تقصيرك في جنب الله عز وجل. قال: ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما، إن كان إماما، ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين، يعني في الثالثة والرابعة من العشاء وفي الركعة الأخيرة من المغرب. إيه نعم. الله. مسألة، وهذه أظن تحصل كثيرا لا سيما مع من يصلي في البيت. ربما أنا مثلا الفقير أبدأ بالصلاة مثلا لوحدي على فرض المغرب، أقول للزوجة والأولاد تعالوا نصلي المغرب، فبدأت في صلاة المغرب ولم يقتدي بأحد، قلت أصلي فرض المغرب إماما، الله أكبر، فقرأت الآية الأولى، الآية الأولى سرا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أو قرأت الفاتحة كلها، كلها سرا، قرأت الفاتحة كلها سرا. فالآن خافت في بعض الفاتحة، أو قرأت الفاتحة كلها، أي نعم قرأت الفاتحة كلها، ثم جاء من اقتدى بي، ثم جاء من اقتدى بي، ما الحكم؟ ما الحكم؟ قال الفقهاء يعيدها جهرا، قال الفقهاء يعيدها جهرا. إيه نعم. واضح؟ إذا أنا الآن شرعت في الصلاة منفردا، أو مثلا قلت أصلي فرض المغرب إماما، وشرعت فيها مخافتا، ما الحكم؟ ثم اقتدى بإنسان، اقتدى بإنسان، ما الحكم؟ أعيد الصلاة، أعيد عفوا الفاتحة كاملة جهرا، أعيدها جهرا. إيه نعم. طيب الآن إذا لم يعد الفاتحة، أنا ما أردت أن أعيد الفاتحة، قرأت الآية الأولى والآية الثانية ثم اقتدى بإنسان، ما الحكم؟ ما الحكم؟ وجب علي أن أجهر فيما بقي، وجب علي أن أجهر فيما بقي من الفاتحة والسورة. هناك مسألة أحبابنا تذكرون مرت معنا في المراقي، وأظن كذلك والله أعلم مرت معنا في اللباب، أظن مرت معنا يعني، أو لعله أشار إليها في اللباب، وهي مسألة حكم بيان حد الجهر، بيان حد الجهر بالصلاة بالقراءة، ما هو الجهر، ما هو الجهر؟ تذكرون أن هناك عندنا قولان في المذهب، قولان في المذهب. القول الأول وهو ما ذهب إليه الإمام الكرخي إلى أن للفرق بين المخافة والمجاهر والجهر، يعني ما هو الجهر وما هي المخافة، ما معناهما، ما الفرق بينهما. فالذي ذهب إليه الإمام الكرخي إلى أن المخافة هي فقط مجرد تصحيح الحروف،
وإن لم يكن معها صوت يسمع. أعيد: الذي ذهب إليه الكرخي. الذي ذهب إليه أظن الكرخي، تمام. الذي ذهب إليه الإمام الكرخي إلى أن المخافة، إلى أن المخافة هي عبارة عن تصحيح الحروف وإن لم يسمع صوت. ليه؟ قال: لأن القراءة هي عمل اللسان، القراءة عمل اللسان، فهذه هي المخافة. يعني أنت على فرض مثلا قلت لزوجتك: أنت طالق، هكذا، انتبه عليك، فقال قلت هكذا ولم تسمع ولا حرف، ما الحكم؟ هذه مخافة، وبالتالي وقع الطلاق، وقع الطلاق عند الكرخي، واضح؟ إذن المخافة عنده ما هي؟ تصحيح الحروف، أن تأتي بالحرف بكل حرف من مخرجه، وإن لم تسمع صوت أنت لم تسمع صوت تلك الكلمات. نعم. وأدنى الجهر عنده، أدنى الجهر عند الإمام الكرخي، هو أن تسمع نفسك، أن تسمع أنت نفسك، هذا أدنى الجهر. هذا قول من؟ قول الكرخي، وهو مرجوح. أما القول الراجح وهو ما ذهب إليه أبو جعفر الهندواني، الذي ذهب إليه أبو جعفر الهندواني، وهو أن أدنى، انتبه، أدنى المخافة أن يسمع القارئ نفسه. الكرخي ماذا قال؟ أدنى المخافة تصحيح الحروف وإن لم يسمع هو صوت هذه الحروف. فالذي القول الثاني وهو ما ذهب إليه أبو جعفر هو أن المخافة هي أن يسمع القارئ نفسه، أن يسمع المتكلم نفسه، أو أن يسمع المتكلم كلام نفسه، إلا إذا كان هناك مانع. يعني مثلا الآن جالس وفي الخارج أناس مثلا يقومون بالحفر وأصوات ضجيج جدا، حتى لو رفعت صوتي لن أسمعه، واضح؟ إذا انتفت الموانع تماما وأنا أسمع الآن صوتي، أدنى المخافة أن أقول مثلا أنا الآن سمعت البسملة، أنتم لم تسمعوها. فهذه إيش؟ أدنى المخافة. والجهر، الجهر نعم عند أبي جعفر، أن يسمع المتكلم أو القارئ غيره، أن يسمع المتكلم غيره، سواء كان هذا الغير في الصلاة معه أو كان خارج الصلاة. وهذا هو الصحيح المعتمد، الصحيح المعتمد أن أدنى المخافة أن يسمع القارئ أو المتكلم نفسه. فينبني على هذا الآن مسألة: لو قال إنسان لعبده أنت حر، والعبد لم يسمع ولكن هو المتكلم سمع، ما الحكم؟ عتق العبد. لو قال لعبده أنت حر فسمعها العبد، ثم قال هو إن شاء الله ولم يسمعها العبد وسمعها هو، ما الحكم؟ لم يقع العتق. الآن لو قال للعبد أنت حر وقال إن شاء الله وهو لم يسمعها وأتى بأدنى المخافة على قول الكرخي، ما الحكم؟ لم يعتق العبد عند الكرخي وعتق عند أبي جعفر وهو المعتمد. واضح الكلام أحبابنا الآن إن شاء الله؟ قلنا المعتمد ما هو؟ أن أدنى المخافة ما هو؟ أن يسمع المتكلم كلامه، أن يسمع القارئ قراءته. وينبني يعني يترتب على هذا الخلاف فوائد كثيرة في هذه المسألة. يعني ربما يأتيني إنسان يقول لي: أنا طلقت زوجتي، قلت لها أنت طالق 3 مرات، ثم قلت في قلبي مع تصحيح حروف إن شاء الله، أنا لم أسمع وهي لم تسمع، ماذا أفعل؟
أقول له لقد طلقت زوجتك 3 طليقات ولن تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك؟ لا، هذا فيه تشديد، إيقاع الناس في الحرج. فأنت كمفتي ينبغي عليك أن تراعي حال من؟ حال المستفتي، أن تكون بالمستفتي يعني لطيفا رحيما رحيما، فتفتيه بقول الكرخي، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. الله، أظن ما لم يبقى شيء كلام يعني عن الجهر. طيب، قال إن كان إماما، إن كان إماما، قال ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين. قال وإن كان منفردا فهو مخير، إن كان المصلي يصلي الآن لوحده منفردا ما هو الحكم؟ قال فهو مخير، إن شاء جهر وأسمع نفسه، وإن شاء خافته، إن شاء جهر وأسمع نفسه. قال فقهاؤنا هنا أحبابنا مسألة جميلة، وهي أن المنفرد، أن المنفرد هو إمام في حق نفسه، المنفرد هو إمام في حق نفسه. كيف يعني إمام في حق نفسه؟ كيف ألحقناه بالإمام وهو منفرد؟ قال انتبه، الإمام يقرأ وهو يقرأ، والإمام غير مقتد وهو غير مقتد، فإذا هو إمام، المنفرد إمام ولكن في حق نفسه، وربما يقتدي به صالح الجن والملائكة حيث لا يراهم، حيث لا يراهم. تخيل أنت الآن تصلي في بيتك تجهر وتقول هو الضالين، فتسمع خلفك آمين، تنظر ولا يوجد خلفك أحد، ماذا يحصل لديك؟ ينبغي أن تكون ثابت الفؤاد وثابت القلب، وتعلم بأن الملائكة والسكينة حضروا ليسمعوا قراءتك. في سؤال؟ تفضل. إن سمع من بجوار الإمام قراءته وهو يخافت، هل يعد هذا جهرا؟ من بجوار الإمام مباشرة يعني. تمام، هنا هذه المسألة مولانا، قال العلماء يغتفر، يغتفر للإمام الجهر الخفيف، يعني هذا إذا الذي كان بجانبه مباشرة وسمع. هل أحيانا نجد الإمام يصلي والمايك بفمه هكذا فيقرأ، يقول تسمع تسمع الصاد الصفير، هذا لا يعتبر جهرا، هذا لا يعتبر جهرا، لأن هذا هو مضطر إليه، هو مضطر إليه فلا يعتبر جهرا. نعم، يعني لا مانع منه، الخطب سهل. وإن كان منفردا فهو مخير، إن شاء جهر وأسمع نفسه، وإن شاء خافته، وإن شاء خافته. لماذا قلنا لماذا يجهر؟ قلنا علل الفقهاء ذلك لأن المنفرد إمام في حق نفسه، ويخافت أيضا ليه؟ لأنه لا يوجد خلفه من يسمع قراءته. طبعا الأفضل، الأفضل أن يجهر ليكون لتكون صلاته هذه قد أديت على هيئة الجماعة. لذلك قال الفقهاء الأولى للمنفرد أن يؤذن وأن يقيم لصلاته، ليه؟ لتؤدى صلاته هذه على هيئة الجماعة، على هيئة الجماعة. ثم قال والشرع الآن في شرع الآن في باب الوتر، في باب الوتر. الله، نقرأ بقي جملة، تمام بقي جملة. قال ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر، يخفي الإمام طبعا كذلك المنفرد، وهنا الإصرار، الإصرار في الظهر والعصر للمنفرد وللإمام واجب، واجب، يعني لو أنه جهر متعمدا كره تحريما، كره تحريما سواء كان إماما أو كان منفردا في الظهر والعصر. ثم قال والوتر 3 ركعات لا يفصل بينهن بسلام. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.